لكن الآن معنا عبر الهاتف الدكتور غازي أذنيبات، رئيس اللجنة القانونية النيابية. دكتور، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أسعد الله مساءك ومساء الأخوة معك بالاستديو ومساء الأخوة المتابعين. لك الاحترام والتقدير. دكتور غازي، يعني كما الجميع يعلم، مجلس النواب بالأمس كلف اللجنة القانونية بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، أيضا تقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وأيضا هنالك مطلب ثاني من مجلس النواب اللجنة القانونية بقصة وضع إطار لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات. بالشق الأول باللجنة القانونية، هل بدأتم بالعمل؟ وما المنهجية وما الزمن المتوقع لإنجاز هذه التوصيات؟ والله يا أخي اجتمعنا اليوم احنا كلجنة قانونية واستضفنا حتى بعض أساتذة زملائنا، أساتذة القانون العام في القانون الدولي، من أساتذة الجامعات وخبراء في هذا المجال، وناقشنا بعض هذه الجوانب من الناحية القانونية التقنية، يعني هل المكانات اللي يتيحها لنا القانون والدستور لتطبيق هذه لملاحقة مثل هذه الجرائم اللي ارتكبها الاحتلال بحقها لنا. الجرائم بشعة وهي مخالفة لكل المواثيق والنواميس الدولية وما إلى ذلك، لكن نتحدث عن المكينات القانونية. يعني إحنا كدولة أردنية، كبرلمان أردني، كحكومة أردنية، ماذا نستطيع أن نفعل بطريقة قانونية؟ يعني لأنه أنا بتحدث جانب قانوني صحيح، في جوانب سياسية وفي جوانب اقتصادية، لكن هل القانون يسمح لي؟ مثلا الآن عرضنا الاتفاقيات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، اتفاقية السلام، حتى البند الثالث اللي تحدثت عنه، إمكانية مقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إمكانية مقاضاة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، كل هذه الجوانب طرحت ووضعت لها تصورات قانونية حول مدى الإمكانية. الآراء مختلفة والآراء الفقهية حتى الفقه القانوني الدولي مختلف في هذا الجانب. إن شاء الله نستقر، سنواصل اجتماعاتنا، وكل ما نصل إليه سيوضع على طاولة مجلس النواب، والمجلس هو سيد نفسه. نحن كلجنة قانونية لا نملك لا تحريك دعوة ولا توصيل الحكومة، حتى احنا سنضع توصياتنا أمام المجلس، والمجلس سيد نفسه وهو يقرر إمكانية الملاحقة وإمكانية النظر بالاتفاقيات ومراجعة. يعني توصياتكم مباشرة ستذهب لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها دكتور، صحيح؟ حتما ستذهب إلى مجلس النواب، مجلس النواب حر في إقرارها أو عدم إقرارها أو رؤية إمكانيتها أو حتى يعني إحنا سنضع كل توصياتنا بعد إجراء الدراسات والأبحاث حولها وسماع جميع الآراء الرسمية وغير الرسمية. يعني أيضا سنلتقي بعض الجهات الرسمية، سنعرف ما هي الاتفاقيات، ماذا رتبت، هل هناك إخلال بالتزامات دولية، هل يوجد منافذ للنقض والطعن في هذه الاتفاقيات فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية. الأردن عضو في هذه المحكمة، تمام، لكن هل يتيح القانون الدولي للأردن التقدم بشكوى أم لا يتيح لها، خاصة وأن الجرائم ترتكب على إقليم ليس على إقليم المملكة، خاصة وأن أخواننا دولة فلسطين يعني أشقانا في فلسطين أيضا عضو في هذه المحكمة، ومعلوماتي أنه حرك الدعوة وأن المدعي العام دعا من المحكمة الجنائية الدولية باشر التحقيق في قضايا ارتكبت حتى من عام 2014 في غزة ولا تزال مستمرة، وقبل أسابيع أعلن المدعي العام أنه سيواصل التحقيق في الانتهاكات. طبعا هو يتحدث عن انتهاكات متبادلة، لا يتحدث حقيقة عن انتهاكات الإسرائيلية بمعزل عن انتهاكات يدعى بأنه الإخوان في فلسطين في المقاومة الفلسطينية أيضا ارتكبوا مثل هذه المخالفات. هذا طبعا يعود له نفسه للمحكمة الجنائية. احنا من جهتنا نرغب بملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني ولا نعترف بوجود جرائم ارتكبت من قبل المقاومة الفلسطينية. طيب دكتور، في إطار زمني لعملكم أم أن والله ما في إطار زمني، والكل متعجل أنه يسمع نتائج، لكن إحنا إن شاء الله بعد أن ننجز كل مهمتنا إن شاء الله نضع على طاولة المجلس ما توصلنا إليه من نتائج. نعم، الدكتور غازي أذنيبات رئيس اللجنة القانونية النيابية، شكرا جزيلا لك.